نعم بالطبع، كما قلت قبل قليل، كان قبل قليل هذه السيارة الأولى البيضاء، وهذه سيارة إسعاف، وكانت الوحيدة وعلمتني الآن طاقم طبي، وعلمتني أيضا والدة ريان، الأم والأب. لكن قبل دقائق قليلة حلت السيارة الإسعاف الثانية، وهي الأكثر تجهيزا وتطورا، ويبدو أنها ستنقل شيئا معينا، يبدو من الحركة من داخل ميدان الميدان، الحركة التي يقوم بها الآن رجال الأمن، وهذا الاصطفاف وهذا الوقوف، وكأنه وقوف التحية، يوحي بأن شيئا ما سيمر أو شخصا ما سيمر. على كل الأحوال نحن نترقب في حسب الأخبار التي وردتنا، نترقب خروج ريان في أي لحظة بعدما تم تداول أكثر من خبر من أكثر من مصدر على أنه فعلا تم الوصول إليه وتم إخضاعه لتأهيل طبي وإنعاش متخصص من طرف فريق طبي، على الأرجح هو تابع للدفاع المدني. ونلاحظ الآن لأن الكل يحدق في هذا الاصطفاف الذي قاموا به قوات الأمن، وكأنهم يعدون الاستقبال لإعطاء التحية لشخص ما، على الأغلب أرجح أن يكون ريان. وأرجح أيضا وفقا للمعطيات التي تم تداولها اليوم بكامله، والتي أكدنا على معظمها، على أن الحفر لإخراج ريان قد انتهى، اللهم إذا ما تعلق بحفر يدوي للصيانة وترميم الحفر التي كانت، وربما لا يتعلق بإخراج ريان، الذي تقول كل المعطيات وليست الرسمية أنهم وصلوا إليه وأنهم خضعوا لتأهيل. بطبيعة الحال وجود هذه السيارة المجهزة والحديثة جدا، على فكرة هذه السيارة يتوفر المغرب على بعض محسوب على رؤوس الأصابع من هذا النوع من السيارات المجهزة طبيا، هي التي ستقل ربما ريان إذا كان وهو المرجح، ستقله إلى أقرب وجهة، أو ستقله إلى حيث تواجد المروحية الطبية التي ستقله هي الأخرى إلى وجهته الاستشفائية، التي يرجح بحسب مصادر أن تكون الرباط، على اعتبار أن الرباط به مستشفى تخصصي في الأطفال، أو فيه أيضا مستشفى عسكري متخصص بإمكانه أن يستقبل مثل هذه الحالات. على كل حال أعود إلى التذكير على أن هذا اليوم شهد تدخلات كثيرة ومتنوعة لفرق الإنقاذ، كان الهدف أن يكون اليوم الختامي والأخير، ولإنهاء هذه العمليات التي ربما بسبب المشاكل التي عرفتها الأتربة قيل عنها أنها تأخرت وأنها لم تكن بالمستوى المطلوب، في حين ونحن تابعناها عن كثب كانت فرق الإنقاذ تعمل جاهدة بمختلف الآليات التي تتوفر عليها، لكن بكل مرة اشتعال يحدث أضواء انحراف تلك للتربة السيارة عبد الصمد. تتوقف هذه إلى أرض عبد الصمد جشطيوي صوتك يتقطع. سيارة الإسعاف. نعم نعم، هل تسمعني؟ نعم أسمعك هل تسمعني الآن؟ الآن. أحسن، لأن التغطية سيئة جدا، نعم. لهذا بين الفينة والأخرى يتقطع الصوت. هل اشتعال أضواء نعم، السيارة يفيد بشيء ما؟ قلت بأن هذه السيارة غالبا الآن يتم إعدادها. لا، هي فقط لربما مزيد من العتمة، المزيد من العتمة ربما، تلاحظ اصطفاف رجال الأمن، أي تم إطفاؤها بشكل كلي، لا ندري صراحة لماذا تم إطفاء هذه الأضواء، ولا مؤشرات حتى الأضواء الكاشفة التي كانت على الميدان تم إطفاء بعضها، لا أدري هل هذا مخافة ربما
رد فعل جماهيري أو مخافة الذين الجماهير الآن المحتشدون المواطنون يتلقفون ويتطلعون نظرة من ريان، لربما هذا تقدير السلطات المحلية، ونلاحظ بأنه فعلا تم إضواء تلك الأضواء الكاشفة، تم إطفاؤها من أجل عبد الصمد؟ بشكل سلس وينفذ إلى سيارة الإسعاف من دون مشاكل ومن دون. أنا أسمعك، نعم، أنا أسمعك، تقطع الصوت، يتقطع من حين هل لآخر. تسمعون؟ نعم، واصل عبد الصمد. نعم، الآن السيارة الثانية، سيارة الإسعاف، تم تشغيلها. لا أدري إن كان الشخص المطلوب قد صعدها، لكن تم تشغيلها وتم إيقافها مرة ثانية. هي الآن يتم إعدادها، نعم عبد وكما الصمد، اسمح لي، تلاحظون يعني يتم الحديث الاستيفاف الكلي عن عمليات هو قريب تجريبية. جدا نعم، لقوات الأمن. أحد مسؤولي الإنقاذ تحدث عن تواجد الفريق الطبي بشكل تجريبي في النفق، الآن تشغيل وإطفاء نعم، السيارة. هل يمكن القول أنه استعداد أو تجريب، أم إن الأمر جدي، ويعني هذه هي يعني التحركات الأخيرة قبل وصول ريان على فرض الوصول إليه بالفعل؟ أرجح أن الأمر جدي. الأمر جدي لماذا؟ لعدة أسباب. أولا أن الوضع الصحي لريان بحسب المختصين لن يستحمل أكثر، قضى 5 أيام كاملة داخل هذا الجب، داخل هذا الوضع السيء، بدون أكل ولا شرب. عبد الصمد، ثانيا نعم، السقطة التي سقطها هي سقطة ليست بالهينة، وأيضا عمره وأيضا نحافة جسمه، كلها مؤشرات تقول بأن الوقت ليس في صالح ريان، وليس أيضا في صالح الفرق، فرق الإنقاذ التي عملت طيلة هذه الأيام الخمسة تحت ضغط كبير وكبير جدا من طرف المواطنين الذين حجوا من كل الضواحي ليشهدوا هذه العملية، وثانيا من طرف ضغط وسائل الإعلام، وأيضا من ضغط وسائل أيضا من نعم ضغط المسؤولين والقطاعات المعنية. والحكومة نعم قالت بأنها تولي أهمية كبيرة لهذه العملية باعتبار، وسخرت لها جميع